أمان إخوان نسترجعوا كاع الكعبة وأخيرا استرجعوا الكعبة قال لك يبقى شي طوفو فيها غير فلوك بلا ما يحتاجوا يمشيو للسعودية ولا صافي الإخوان الكوين شواكر صافي شواكر أنا كنعترف بها مشاو جابوا استرجعوا الكعبة من السعودية استرجعوها وداروها فلوك قال لك يبقى يطوفوا فيها غير هما. نشوفوا هذا الفيديو الإخوان تحياتي للناس اللي كيديروا لايكس قبل ما كيبداو الفيديو. شوفوا جيت ضرب واحد الدور في هذا البارك هذا كاع كان دور كنت نمشي واحد جوج بيهم حتى كنضرب في التليفون ما يمكنش سامسونج خطير. شوف عباد الله شوف ما شحال ديال هذه المصيبه هذا والله ما شحال ديال الفلوس هذا هزيته وبقيت جالس كنقول فين هو مولاه شكون هذا مولاه فين تلقى مولاه بقيت جالس تصون عليا التليفون صدقات بنت السلام عليكم وعليكم السلام قلت لها اختي التليفون ديالك هذا قالت لي اخويا التليفون ديالي هذا راه مشى ليا هي كتصوني الو وين راديو I saw you yeah يا مول بوفلجي عندو لونغلي مدرح واخا عايش في امريكا يا مولاتو I found your phone هنا في هاد اللحظة هادي الصوت مشى ليا من التليفون الفيديو مشى بكمالة بلا صوت هنا كتقول لي والو ضروري غتشد الفلوس عطاتني 50 دولار كتقول لي ضروري غتشدها قلت لها اسمعي ما نشد لا فلوس لا والو قلت لها حنا هكا المغاربة دايرين قلت لها منين انت قلت لها انا مغربي قلت لها حنا المغاربة هكا دايرين كطيح شي واحد شي حاجه كنردوها ليه ونتسناو ونقفوا معاه وعجبها الحال بزاف مسكين وحق الله قالت لي في خبارك ماكش متوقع التليفون ديالي غادي يرجع ليا وكنحمد الله حي طاح في يديك نتايا ايوا قلت لها المغاربه هما هادو عاش الملك شي هكذا مزيان الانسان كيعطي واحد الصوره زوينه على البلاد ديالو ربما هذيك القوريه داجه هي كتعرف المغرب ولكن ربما تقدر تكون ما عارفاش المغرب فين جا هو هادي عطيها صورة زوينة هي تمشي تقولها لصحاباتها وعائلتها وكذا ولا تجبدو المغاربة في شي مجمع تقول لهم الله يعمرها دار ديجا واحد السيد رد لي شي المغاربة الصورة اللي كيعطيو في الغربة ماشي بحالكم يا ليك كويين غير كتشفروا كانوا يضحكوا على المروك يقولوا للمروك انتوما تبوسوا اليدين مراركا قالوا لهم انتوما تبوسوا اليدين حنا في الجزائر للمسؤولين يسجدون يسجدوا كيسجد له يا اخوان باص هو غير مسؤول غادي يعطيك حقك اللي مشروع والله لا ديتي اصلا ما يعطيش لك لكن الدرجه يا اخوان شاد الشيء الشواكر شاد الشيء الله يهديكم الشواكر واش الحمر تركبوا في طيارات في الجزائر ما تركبوش قولوا اي هنا الطيارات يا ربك كي الطاكسيات سيرفيس كي 505 هذيك اللي دير خنجله خنش لاباتنا هنا قاعد كي سان 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 كي كاتان كاط هنا الطيارات انت في البلاد يا ربك حياتك كاملة حياتك كاملة وانت تستنى وقتاش تركب في الطيارة ان شاء الله بالكش في الجنة تركب الطيارة فانا ربما عندما تصبر على الفقر تروح ان شاء الله للجنة وتركب في الطيارة مطلع عبلك شا الاخوان شا هادي من الحدود المغربية تيشوفوا لهكم لهيه شوف الإخوان الطوموبيلات راه بحال في 1970 شوف شنو هادشي هذا شادشي باقي الحديد هذا كيدور مجرد أن هادشي هذا راه جديد الإخوان هانتوما راه داك السياج اللي عذبناه وهاهو شتو يعني هاد الشيء هذا باقي جديد ماشي نقولو قديم ولا حيت هما يقول لك ما كاش منها السياجك السياج عاد بناوه ايوا ها هو صافي صباح الخير جيت اليوم نشري على جاري ها هو واليوم لقيته جاب لي الدليع هاد الدليع نتاع المغرب خلى لي عقلي حابس ما شاء الله باش ما تقولوش راني نكذب ولا حاجه ولا ها جاري اليوم جاب لي الدليع نتاع المغرب يا الله
ها راني شاري دلع، راني شاري والله الا شاري واحد زيد، راني صابح على الدلع والله الا راني صابح على الدلع ما شاء الله، كل دلع قداش. واه شوفوا الدلع قداش تبارك الله، باش تعرفوا هذه المغرب شوفوا الدلع. تبارك الله هذه ما والله رانا متمس، انا من 2012 نشوف فيه هو غير ويجي يدير لك تطور اقتصادي ونقدي للجزائر. تمسخر بروحك لا تمسخر بينا، راه عم بالك تشوفينا رانا ميكيات هنا ولا كيفاه؟ اي شكرا والله غير هذه صح سبيسيفيك، والله ماني غالطي قلت سبيسيفيك، بلاد هذا تمشي على لومبير وخلاص ويقول لك اقتصاد قوي، روح دير اقتصاد غير روحك انت، واش ما اقتصاد قوي انت وجي دير لنا غير رموز تاع الحيوانات، تسمى هذه بلاد تاع الحيوانات هذه طولها قيمه كبيره. هي والله العظيم نشوفوا غير رموز تاع هذه والله العظيم بالله داير اليوم الاخوان المعيز والحيوانات التصويره ديال الفلوس. هما عندهم قدرات ماليه اكثر منا، وعندهم يقول لك انا اقتصاد افضل من اقتصادنا، احنا اقتصادنا الهواء والريح ما كان والو. هذه الدوله اللي 97% من المداخيل تاعها مربوطه بالبترول، هذه يعني راك شغل عايش انت يا معلق يعني بالخيط بين السماء والارض، حاكمينك بخيط. الامم المتحده تصنف البلدان، نعم يقول كاين حوالي 50 بلد متقدم اقتصاديا، كاين واحد 100 راهم في طريق النمو، وكاين واحد 49 تاع لي بي لي موان افونسي، مساكن الفقراء ما عندهمش مثل النيجر المالي موريتانيا دول افريقيه عديده، رانا نصبحوا افقر من النيجر افقر من موريتانيا افقر من المالي. ورا دي حاجه باينه، لا مالكم حكرتوا النيجر، النيجر راه واعره لك شنو خاوتي. هذا الفيديو سبيسيال ولكن قال هضره، قال هضره معقوله الله يحفظه. شكرا شكرا على داك الهضره اللي قلتيها في الاول. خاوتي هذا الفيديو سبيسيال الناس اللي تباري ساندويتش في السطاج، خافوا ربي يا عباد ربي ماشي الدرجه هذه، انا على بالي باللي لي ساندويتش تاع السطاج عيانين اوفيسيال، كيف ماشي الدرجه هذه ساندويتش هذا يدير 20 جوج حبات فريت 20 وبرده تاع الصباح وهذه 5000، انا ما فهمت والله ما فهمت. واحد الفريت لا ويا ديال ولا البارح شحال حسبينا هاد 2000 شحال قالوا 20000 ولا 2000 اللي يتكلم عليها راه هي درهم واحد و 60 سنتيم هي درهم ونص ديالنا الاخوان، درهم ونص جاتو غاليه. خاوتي هذا الفيديو سبيسيال الناس اللي تباري ساندويتش في السطاج، خافوا ربي يا عباد ربي ماشي الدرجه هذه، انا على بالي باللي لي ساندويتش تاع السطاج عيانين اوفيسيال، كيف ماشي الدرجه هذه ساندويتش هذا يدير 20 ميل جوج حبات 20 ميل واه 20 ميل ديالهم راه هي درهم ونص ديالنا. هادو دي منوت، انا دوك انا نحير في المواطن اللي يجيب هادشي واش يدير به؟ الله يلا على شنو كيدير به؟ انا ميلونج ايطاليان ميلونج اسبانيول اوريون ميديتيرانيا ماروكان ميلونج ماروكان، على ما داروش مكناس، على ما داروش الجيريان. ها بعد ميساج الشركة هادي الجيريان ولا ميديتيرانيا اوريون ماروكان اسبانيول ايطاليان، والماروكان هو الغالي كاع 3 اورو. صح سمعتي، المغرب هو اللي غالي تما، اللي عنده الشريف. هادو لي زيبيس يا اخوان ولا ما عرفتش شنو هما هادوك. ما عرفتش شنو هما هادوك، المهم المغرب هو واعر. صح هادو مخافتنا المغاربة، صح هادو هي بصحتهم، داك بصحتهم مسكين كتخرج له منا كيدير فينا هي الجيري. اللي عنده شو المغرب 3 اورو. صح هادو مخافتنا المغاربة، صح هادو بون هادايا بابريكا. ويلا لاحظتوا ديال المغرب هي اللي كتكونسوما تما، اما هاد الاخرين اللي حداهم اسبانيا وداك الشيء ما كيتكونسوماوش كاع، باقي الكونتيتي المغرب هو اللي كيتكونسوما غير وغالي تبارك الله. الجوده ايلي شركه نفطال غلطه قد الدنيا
ماما موي كتبوا غاز طبيعي ووقود، غاز طبيعي ووقود. انا جيت عمري يربحوا لك العيبالك غاز طبيعي وقود. هذاك راه بالعان هذا كي داروه لكم بالعان خصيصا هذيك باش تفهموا راسكم. الو شال يا اخوان شال وراك الو ها هما يا اخوان استرجعوا كاع الكعبه واخيرا استرجعوا الكعبه قال لك ما بقاش يطوفوا فيها غير في الهوك بلا ما يحتاجوا يمشوا للسعوديه ولا ها تما كعبه ديالهم. الو وراك الو واش نكتب تما ترحب بضيوفي الكرام مديريه شؤون الدينيه والاوقاف. المهم دابا غادي يحطوا لهم قال لك في شيرون بوين وغيبقاو يطوفوا بها تما. الصراحه بغيت نعرف هاد الجزائريين من كيجيبوا هاد الافكار. داروا حج متنقل في الجزائر وسموه الحج الاصغر ياك بلا ما تخسر المصروف وتمشي حتى للحاج وتحج. لا قال لك عندهم هما تما كتوقف في شيرون با كطلع شي تسنين وتمشي كطلع في الكاميو وكيبداو يطوفوا بيك وكاين اللي داو دا الله يلا بنادم الى حماق بالله هاي حبسه شراه هي من ثلاثة من خمسة أزمة الوقود في هوك الجنوبية سهرة خمسة مرات ما زالوا شو الطوموبيلات ما تلقاش شي وحدة مغسولة وما كايناش شي وحدة مغسولة الإخوان اللي ما والو هي الغبارية يا ودي الغبارية. إخوان تلقوا في فيديو جاي إن شاء الله. بيس الله وفتصال.